ياكلش بزاف بصراحة. انا والو، انا واخا نشرب دابا بحال هكا ناخذ شويه مثلا الخبز ما كناكلوش كاع بحال ما عمري شاتي هكا شتا اصلا ما كاين حتى حاجه طبيعيه شتا. دابا سمعوني جبتوني نضرب في كاين شي شيء الامارات. انا كنت في الامارات، كنت ساكنة في ابو ظبي. كنت ساكنة في ابو ظبي، ساكنة في نادي السياحة من الشارع بقيتيش كتجي ان شاء الله الا بغى الله من ورا العيد. نهار اللي تبقيتي اجي مرحبا بيك. سمعتيني؟ ديك النهار اللي تبغي تجي اجي مرحبا بيك.